لكن هو نحنا صرنا زمان كتير بعصر الصورة مش بس الصوت، سو اليوم الصورة هي بتلعب دور كتير كبير. بس أنا دائما من الأشخاص اللي بروح على القصص السامعة، لأنه عندي إيمان كتير كبير أنه الاستماع منه شيء حلو. دائما بحاول احافظ على شكلي مثل ما هو، يكون شكلي قريب من الناس، وان شاء الله يعني انه هذه الصوره اللي انا شفتها بحالي تقدر توصلكم. اساسيه الصوره، ما في شك. اليوم الفنان هو مثل ما قلت لك قبل باكج، لازم يكون عباره عن صوت حلو، كاريزما، لازم يكون عنده شكل حلو، لازم يكون مثقف، يعني كله على بعضه بيلعب دور اكيد. طيب ميرا، في احتمال انه نشوفك فيديو مع فنان جزائري؟ والله يا ريت، انا يعني الموضوع كنت عم بشتغل عليه الفتره الماضيه، بس برجع بقول لانه بعد ما في شيء يعني اذا بدك واضح الصوره 100%، بس اكيد هذا شيء بشرفني. انا كثير بحب فنكم وبحب الاعمال اللي بقدموها كل الفنانين عندكم، وما شاء الله عليكم تراث كثير كبير بالفن، فهذا الشيء اكيد بشرفني.